التعديل الأخير، التعديل الجديد لقانون العقوبات، جاء في المادة كما نعلم المادة 459 في نصها الجديد، تقول أنه يعاقب بغرامة من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار، ويجوز أيضا عقابه بحبس لمدة 3 أيام على الأكثر كل من يخالف المراسيم والقرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية. هذا الشيء يخلينا نلتمسه، يعني النية لدى المشرع الجزائري من أجل جعل المواطنين ياخذوا ويلتزموا أكثر بإجراءات الحجر الصحي الموضوعة من طرف السلطات العليا في البلاد. جاءت أيضا مادة جديدة في التعديل الأخير اللي هي المادة 459 مكرر، واللي تتكلم على أنه تنقضي الدعوة العمومية الناشئة عن المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة السابقة بدفع غرامة جزافية لا تساوي 10,000 دينار. هذه العقوبات التشديد نتاعها ما كانش الهدف نتاعو ابدا الجانب ردعي للمواطنين، وانما التعديل هذا كنا نعلم بانه جاء بهدف يعني حمايه صحه المواطنين، لانه كما نعلم انه الزاميه القناع الواقي الهدف نتاعها انها تكون صحه المواطنين هي المحميه وتكون هي الاولى. فجاء هذا التعديل من خلال تشديد للعقوبات ومن خلال تجريم بعض يعني التصرفات اللي قد يعني قد تلازم عدم احترام إجراءات الحجر الصحي. المحاضر يتم تحريرها من قبل ضباط الشرطة القضائية، سواء كانوا ضباط الأمن الوطني أو ضباط الدرك الوطني، وأنه اللي يقوم بتحرير هذه المحاضر يبلغ المخالف بإمكانية سداد الغرامة الجزافية المقدرة ب10,000 دينار في أجل 10 أيام في حالة على مستوى قباضة الضرائب لمكان ارتكاب المخالفة أو لمكان إقامة المخالف. لكن لابد أننا نأكد على أنه في حالة سداد المخالف للغرامة أو يعني وضعه لطوابع جبائية بقيمة الغرامة، في حالة سداد في أجل 10 أيام، سداد المبلغ في أجل 10 أيام، تقوم نيابة الجمهورية بحفظ المحضر. في حالة عدم ذلك تقوم بجدولة الملف. مجلس قضاء تيفازا سجل إلى غاية يومنا هذا 1922 محضر لمخالفة من هذا النوع اللي هو يخص خرق إجراءات الحجر الصحي. تم تسديد يعني غرامة تخص تسديد الغرامات فيما يخص 85 محضر، يعني 85 مخالفة تم تسديد تاعها. التسديد راه تحصيل الغرامات مستمر.